السلام عليكم يا أحلى شباب في مصر والعالم العربي. معاكم تاني مستر جلاد. أنا مكتئب عشان كده ما حلقتش دقني. وهتقولوا مكتئب ليه؟ مكتئب بسببكم أنتم اللي جبتولي اكتئاب. قعدت 3 أيام، والله 3 أيام أجمع في المعلومات بتاعة أحداث 11 سبتمبر عشان أجيبها لكم كاملة وصدقة ومن الألف للياء، من الألف للياء، من وليته زاد زي ما تقولوا في مصر. ومع ذلك ما حدش شاف الفيديو. عملت لكم فيديو بيثبت بالدليل القاطع ان الجيش الامريكي وجورج بوش هم اللي فجروا البرجين، مش ابن لادن. ابن لادن بس بيسموها ايه، الباترينا يعني. روحوا شوفوا الفيديو لو عايزين تفهموا الحقيقه، مش كلام الجرايد، الحقيقه. حاجه صغيره هقولها لكم. في طياره 757، طيارة بمحركين تخش من ثقب 4 متر، الطيارة كلها، الطيارة بالمحركين بالأجنحة دخلت واتحرقت ودابت وما بقاش منها حاجة ولا حتى المحركات. هو ده اللي أمريكا عايزانا نصدقه. المهم روحوا شوفوا الفيديو، أي حد عنده أي شك، وحتى اللي عارف إن أمريكا هي اللي ورا الانفجارات دي، الفيديو انا جايب لكم ادلة يعني اثباتات، بحيث لما تيجي تتكلم مع اي حد تقدر تتناقش معاه، مش تقول انا بشك، لا انا اعطيكم ادلة. طيب خلينا موضوع النهاردة. موضوع النهاردة فيه شوية حاجات كتير كده، بسمع في قنوات كتير، سواء كانت قنوات الحكومة او قنوات السوشيال ميديا، فرحة كبيرة ان ابي احمد مهزوم وابي احمد بيتهزم والتجراي اتحدت مع الاورومو وهيعملوا عليه كماشه ومن نهايته الاعدام، نهايته هيطلع على اسرائيل، نهايته هيطلع على امريكا، وفي احتفالات في الاعلام بالطريقه دي. انا مش عارف الناس اللي بيفكروا بالطريقه دي جابوا منين الافكار دي، او عرفتوا منين ان سقوط ابي احمد مصلحه لمصر. يعني انتوا عايزينه يسقط وبس، والناس اللي هي فاكره ان سقوط ابي احمد مصلحه لمصر ياخدوها نصيحه مني يبطلوا كلام في السياسه. وانا مش عايز اتكلم في موضوع سد النهضه ده خالص، لانه خلاص الكلام فيه خلص. يعني انا قلت لكم نهايته، يعني قلت لكم الفيلم كله نهايته ايه. ومع ذلك في ناس عماله ودود 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 ودود. لو التجراي ضربوا قذيفه، التجراي عملت، الاورومو عملت، ما احنا عارفين ان كل ده هيحصل. ما انا قلت لكم ان اثيوبيا هتتقسم لست دول دويلات، عارفين ان ده هيحصل، وهي دي اصلا وظيفه ابي احمد، انه يقسم اثيوبيا. يعني الراجل عمل شغله، يعني جزء من شغله اتعمل، وربنا يخلي السيسي انقذ مصر من انها تتحمل مسؤوليه المذابح اللي هتحصل في اثيوبيا. يا جماعة لازم تفهموا ان لو ابي احمد سقط ما هواش حلو لمصر خالص خالص. يعني انا عايز الناس اللي بتفكر كده ان ابي احمد ده سقط يبقى خلاص مشكلة السد اتحلت، ازاي اتحلت؟ طيب لو ابي احمد سقط مين هيمسك اثيوبيا؟ ال 110 مليون ناس ما دول اللي عاملين يتخانقوا مع بعض وما لهمش راس زي ابي احمد، وضعهم هيكون ايه؟ مين يعني لو ابي احمد سقط احنا كمصريين هنتكلم مع مين في اثيوبيا؟ هنتناقش مع مين؟ المجتمع الدولي هيتكلم مع مين في اثيوبيا؟ مع كل القبائل اللي بتتخانق مع بعضها؟ لو ابي احمد سقط يا جماعه هتحصل مجازر، مجازر في اثيوبيا، مجازر يعني مجاعات ومجازر وحروب، وهيموت ملايين. وحتى لو ما سقطش هتحصل، هيموت ملايين، بس لو سقط هيبقى يعني لو هيموت مليون واحد وهو عايش، هيموت 3 مليون بعد لو اتشال. فمنها ابي احمد ده هو رمانة الميزان في اثيوبيا. المجتمع الدولي كله مستحيل يوافق ان ابي احمد يسقط، حتى الصين اللي هي بتساعد تجراي، في ناس مش مقتنعه ان الصين بتساعد تجراي، وقال لهم انا واثق ان الصين بتساعد تجراي، وبطلوا كلام في السياسه. يعني اكرم ليهم يبطلوا كلام في السياسه. حتى الصين اللي بتساعد تجراي ما هياش عايزه ابي احمد يسقط، هي عايزه تضغط عليه بس، تضغط على امريكا عشان يكون لها رجل في اثيوبيا. وانا قلت الكلام ده قبل كده. إيه. في ناس دلوقتي بيقولوا يعني زي ما انتم شايفين المبعوث الامريكي رجع تاني لاثيوبيا، وراح قطر، لا مش قطر، راح الامارات وراح جيبوتي. وفي ناس بتتساءل ايه اللي وداها الامارات؟ طب جيبوتي وعارفين، طب الامارات ليه؟
راح الامارات عشان الامارات هتساعد ابي احمد بسلاح، ملاش تفسير تاني. الامارات بطريقه او بتانية هتساعد ابي احمد بالسلاح، الامارات وتركيا. ما هيجيب سلاح منين؟ ما هي امريكا ما تقدرش يعني، ما هي الصين بتراقب كل اللي بيحصل. لازم تيجي من الامارات، من تركيا. الغريبه ايران ذات سلاح، لي انا دي اللي انا مش لاقي لها اجابه، ومش عارف، محدش عارف يجاوبني. ايران ايه دخل ايران في الخط؟ بس هي حاجه يعني، موضوع ايران الظاهر ان ايران هي كمان كلت الطعم ان ابي احمد عدو الامريكا، علشان كده بتساعده لانه عدو الامريكا. يعني هي ملهاش تفسير تاني غير كده، لان اصلا ايران ملهاش في اللعبه دي خالص. لكن عشان ايران تعطي ابي احمد اسلحه يبقى عندا في امريكا، لانها بتكيد امريكا مش اكتر من كده. سمعت بعض المحللين بيقول لك ان امريكا متفقه مع ايران، وايران صديقه لامريكا، وهو بيعملوا الاتفاقيه دي علشان ايران تهدد الخليج، وامريكا تحتل الخليج. ايران مستحيل تكون متفقه مع امريكا او صديقه لامريكا. ايران هي العدو الوحيد اللي موجود في امريكا في منطقه الخليج، هو عقد نقطه الظرف في الخليج هو ايران. امريكا خلت صدام حسين يحارب ايران 10 سنين عشان يكسر شوكتها، ولسه الشوكه مش عايز تنكسر. 10 سنين حرب صدام بيحارب ايران علشان يكسر شوكتها باوامر من امريكا، ولسه برضه شوكتها مش عايز تنكسر. ايران مش صديقه لامريكا ابدا ابدا، ده هي مشكله امريكا ايران. هقول لكم ايه يا شباب، المبعوث الامريكي راح جيبوتي علشان عايز حكومه جيبوتي او الجيش الجيبوتي يفك، يتدخل ويحل الحدود. يعني انت عارفين الطريق البري مقطوع والقطر مقطوع، فعايز جيبوتي هي اللي تتحمل المسؤوليه دي، ان هي اللي تنظف الطريق عشان البضاعه ترجع تاني لاثيوبيا. لان دلوقتي طول ما الطريقين الطرق مقطوعه ما بين اثيوبيا وجيبوتي، مش بس هتحصل مجاعه في اثيوبيا، لا هتحصل في التجراي هو كمان. يعني التجراي حاليا عندهم مجاعات، فالتجراي مش مصلحتهم ابدا انهم يعملوا اللي هم عملوه، انهم يقطعوا الطريق البري وخط السكه الحديد، لان هو ده الطريق اللي بيجي لهم منه الاكل. ولكن هو عمليه اثبات قوه، احنا اقوياء واحنا نقدر نروح ونيجي بس، لكن مش مصلحه ليهم حاليا. التجراي فيها مئات الالاف هيموتوا من المجاعه لو ما راح لهمش اكل، ومش هيروح لهم اكل الا لو الطريق البري ده اتفتح. هيتفتح ملوش حل تاني يعني، والا هم كمان هيموتوا من الجوع. يعني ابي احمد مش هيموت من الجوع، هيصلحوا الكوبري اللي في كوبري بين كوبري صغير كوبري. والله انا شفت في القمر الصناعي في جوجل ايرث الحدود ما بين السودان واثيوبيا. والله الدولتين يصعبوا على الواحد، يعني السودان واثيوبيا الاثنين يصعبوا عليكم. يعني لو رحتم السودان وعايزين تعدوا من السودان لاثيوبيا كوبري، بيفكرني بالكوبري اللي احنا عاملينه في الارياف على الرشاح. عارفين الرشاح؟ بيكون في كوبري كده على الرشاح عشان تتنقل من مكان لمكان، الرشاح بتاع المايه اللي بتحط فيه الصرف وكده. هو ده الكوبري اللي ما بين بلد لبلد. كوبري لو مشيت عليه تريلا يقع. كوبري بدائي الامطار شلاته. والله الدولتين دول يصعبوا على الواحد. وقبل كده الكوبري الطريق الرئيسي اللي بيودي الاكل للتجراي اللي ابي احمد ضربه، كوبري من الخشب. كوبري خشب. يعني مش شالي عربيات عشان تودي اكل، لازم تكون على الحمير او العربيه الصغيره اللي بتتزق دي، او عربيات الكارو. يعني الدول دي بدائيه بطريقه غريبه. يعني انا سامع اني بتكلم في الموضوع ده وانا مش عايز اتكلم فيه، لكن طول ما في قنوات بتضلل الناس، وطبعا انتوا بتسمعوا لهم، طول ما انا هتكلم عشان على الاقل اللي بيسمعوا لي ما يبقوش مضللين. يعني على الاقل اللي موجود عندي 9000 وشويه، يعني على الاقل يكونوا عارفين الحقيقه. كفايه ملايين اللي بيسمعوا القنوات الثانيه مخهم مش يعني بيسمعوا غلط، وللاسف ما مش مش عارف اوصل صوتي لهم. على الاقل يكونوا انتم عارفين الحقيقه. يعني ما ينفعش عمليات تضليل 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 دي، وهم مش تضليل عمدا، لا هم ما يعني بيضللوش عمدا، هم ما يعرفوش. ويا ريتهم يشتركوا عندي في القناه عشان يعرفوا الحقيقه. يعني يا ريتهم يشتركوا. يعني شفت قناه من القنوات مش عايز اذكر اسمه، سمعت له لقيته الولد ده نقل الفيديو بتاعي بالنص بالحرف بالكلمه. قلت الحمد لله على الاقل طلع بيفهم، على الاقل لما سمع مني كلام كلامك كرر كلامي. يعني الحمد لله يشكر، وعنده ناس كتير، فدي كانت يعني كان حاجه كويسه، يعني انه قدر ينصح الناس. لكن للاسف في قنوات عندها مئات الالاف وبرضه بتضلل.
أبي أحمد مش هيتشال، أبي أحمد موجود مش رايح أي مكان، هيفضل موجود. وأنا قلت لكم قبل كده هياخد له حتة في أثيوبيا هتكون أديس أبابا ما تزيدش عن 20 مليون، وهو ده اللي هيحكمها بس. وهتكون أديس أبابا اللي هي بيحكمها أبي أحمد دي جنة أثيوبيا، هتكون فيها الحياة يعني فيها كل حاجة، كل حاجة، كل ما يحلموا بها اللي هي موجود. وأقول لكم أثيوبيا عندها جيش، لحد دلوقتي أثيوبيا عندها جيش، الجيش الفيدرالي أبي أحمد ما بيخدموش، ما بيشغلوش، راكنه عينه، مش عايز يضيعه، مش عايز يموته. عندها طيارات بيقدر يستخدمها، يقدر يدمر كل الناس بالطيارات، ما بيستخدمهاش. ليه؟ معاين الجيش بتاعه لما أثيوبيا تتقسم يتفضل الجيش ده، لأن بعد ما تقسيم أثيوبيا هتبقى حروب أهلية كتير، فهيحتاج الجيش ده عشان يضمن أمن الولاية اللي هيحكمها، عشان كده مش عايز يضيعه. لكن ما تفتكروش ان اثيوبيا ما عندهاش جيش، ما تصدقوش الكلام ده. مفيش حاجه اسمها اثيوبيا ما عندهاش جيش، مفيش حاجه اسمها تجراي غلبت اثيوبيا او اوروبو غلبت اثيوبيا، مفيش حاجه. ابي احمد مش عايز يحارب لانه اصلا عايز البلد تتقسم، ولكن مش عايزهم يوصلوا له بس. يعني انتوا خليكم في بلاد، يعني خليكم في ولاياتكم، لكن ما تحاولوش تجي تاخدوا اديس ابابا، لان ده مش الاتفاق. عشان كده لقيته لما ده حصل او لقيتهم بيحاولوا يخشوا، لقيت العالم كله تدخل، لان مش ممكن يسمحوا بان ابي احمد يسقط. ولو سقط يبقى امريكا سقطت، قلت لكم الكلام ده قبل كده. لو ابي احمد سقط اوعوا تهللوا تفرحوا في مصر ان ابي احمد سقط او اتشال او اتعدم او اتهرب، اوعوا تفرحوا، بل بالعكس المفروض تحزنوا. الناس اللي بتفهم في السياسه تحزن لو ابي احمد جرى له حاجه. بس بكلم مين؟ بقول اللي بيفهم في السياسه. في ناس بتقول ليه مصر مش عايزة تضرب السد؟ ليه دلوقتي أثيوبيا في أضعف وضعها، حروب أهلية في كل مكان، ليه مصر مش عايزة تضرب السد؟ سمعت واحد بيقول لو مصر ما ضربتش السد تبقى مصر عايزة السد يكون موجود هي والسودان. لا، مصر مش عايزة السد يكون موجود هي والسودان، ومصر ما ينفعش تضرب السد، لازم احتلال بني شنقول، ما ينفعش تضرب السد وبس. ولو ضربت السد وبس ده أبي أحمد هيستغلها، أو الشعب الأثيوبي هيستغلها ويتلموا مع بعض على العدو المصري اللي بوظ أثيوبيا. وأصلا أبي أحمد مش عايز كده، هم عايزهم يفضلوا يحاربوا بعض، مش عايزهم يتحدوا مع بعض تاني. يعني مصر تمنت إن ده يحصل. يعني السيسي قال لأبي أحمد عايزك تبدأ الحرب بعيد عني، تبدأ الحرب الأهلية بعيد عن السيسي، لأن زي ما قلت الحرب الأهلية دي هيموت فيها ملايين. والسيسي مش عايز العالم وخاصة أفريقيا تقول إن مصر هي اللي تسببت في موت ملايين الأثيوبيين. عشان كده الحرب الأهلية بدأت بدون تدخل مصر، ودي حتة حلوة من السيسي. فاهمين قصدي؟ لأن الحرب الأهلية هتحصل، موت ملايين الأثيوبيين هيحصل، تقسيم أثيوبيا هيحصل. فالسيسي مش عايز مصر تتحمل المسؤولية دي قدام العالم العربي، وبعد القارات الافريقيه تكره مصر اللي هي السبب في تدمير اثيوبيا، هي السبب في تقسيم اثيوبيا، هي السبب في قتل الاثيوبيين. السيسي عايز مصر تبقى خارج اللعبه دي، عشان كده قال لي ابي احمد ابدا، انت ابدا خليها من عندك. وعلى فكره مصر هتخش بني شنقول بدون حرب، مفيش جندي مصر واحد هيموت. يعني لما يجي الوقت المناسب لاحتلال منطقه بني شنقول مش هيكون في حرب. الجيش المصري والسوداني، لازم السوداني يكون معاه، هيخشوا بني شنقول من غير حرب. ليه؟ اللي هيحصل الاول هيكون ضرب طيران تنظيف زي ما عملوا في 73، هينظفوا المنطقه وبعد كده خلاص. وابي احمد اصلا مش هيحارب. فاهمين؟ ليه مصر ما بتعملش الكلام ده دلوقتي؟ لان السودان مش موافقه. ما ينفعش تضرب، لازم احتلال بني شنقول، والسودان مش موافقه. مش انا قلت لكم، بقول لكم من زمان المشكله السودان مش موافقه تعلن الحرب على اثيوبيا، مع كل اللي اثيوبيا بتعمله علشان تحرش في السودان وتنحرر السودان وتخلي السودان تتجنن وتحارب، برضه السودان مش عايزه تحارب. يعني السودان دي ما انا بقول لكم المشكله هيحصل في السودان زي ما حصل في اثيوبيا. السودان هي غصب عنها هتحارب، ولكن ده مش هيحصل الا بعد ما اثيوبيا تجبرها. وازاي تجبرها؟ في ان اثيوبيا هتخش السودان، مش هتحاربوني، هحتل الخرطوم. واخدين بالكم؟ يعني هو الجيش الاثيوبي مستخبي مستني عشان هيجي له الوقت انه يضطر يحارب السودان،
علشان يجبر السودان وانها تقول لمصر تعالي يا مصر الحقينا ويلا خش بني شنقول. المشكله السودان، السودان دي اللي مش يعني مش مفهومه. الراجل اللي احنا حمدتي عميل عارفينه بيعطي كل معلومات السودان لبريطانيا. طب البرهان الراجل الوحيد اللي عنده انتماء وعنده ضمير للبلد، ما اعرفش ليه عمل اتفاقيه مع اثيوبيا مع تركيا واداله 240 الف فدان للزراعه. الفدادين دي اللي الاراضي الزراعيه اللي تركيا اخذتها من السودان دي مش للزراعه. تركيا مش محتاجه اراضي زراعيه. من انت عمركم سمعتوا ان تركيا عندها ازمه في الاكل والشرب؟ تركيا مش محتاجه اراضي زراعيه. تركيا اخذت من 42 الف فدان دول عشان تعمل عليهم قاعده عسكريه. ولكن البرهان ما يعرفش ان هو ده هدف تركيا، لان هو لو يعرف ان ده هدف تركيا مش هيوافق. هو بيتعامل مع تركيا على انها عايزه اراضي تزرعيها، ماشي مصالح يعني مصالح بلاد، لان برضه ما هي السودان محتاجه فلوس. لكن لما هيجي الوقت ويلاقي ان تركيا عايزه تحولها لقاعده عسكريه البرهان مش هيوافق، ولا مصر هتوافق. فاهمينها؟ مش 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 ممكن لا السودان هتوافق ولا مصر هتوافق ان يبقى لها تركيا لها قاعده عسكريه على حدود بني شنقول، على حدود اثيوبيا. وليه تركيا عايز قاعده عسكريه؟ علشان تركيا لها مصالح كتير في اثيوبيا، وهي كمان عايزه تضمن مصالحها في اثيوبيا. والطبيعي ان مصر لما هتعمل لها قاعده عسكريه في بني في بني شنقول، مصر مش هتضمن مصالح اثيوبيا، هي هتضمن مصالح الامارات السعوديه، لكن مش قصدي مصر مش هتضمن مصالح تركيا، مصر هتضمن مصالح الامارات والسعوديه لكن مش تركيا. وهو ده اللي مخوف تركيا من اللي بيحصل في اثيوبيا. عشان كده تركيا عايزه يبقى لها قاعده عسكريه قريبه من اثيوبيا. ولكن طبعا لو قالتها علنيه قاعده عسكريه محدش هيوافق، ومصر مش هتوافق. الحاجه اللي انا مش يعني انا بقولها ومش متاكد منها، هل البرهان عارف ان دي قاعده عسكريه؟ اشك يعني. انا بيتهيألي ان البرهان نفسه ما يعرفش انها قاعده عسكريه، لكن اللي اعرفه ان حمدتي اكيد عارف انها قاعده عسكريه، لان حمدتي خاين. هي دي تكهنات مش معلومات مؤكده. المعلومات المؤكده بقول لكم عليها، والتكهنات بقول لكم عليها تكهنات. ليه؟ لان حمدتي خاين ممكن يعمل اي حاجه، لكن عبد الفتاح البرهان مش خاين. في مره واحد سالني طب ليه عبد الفتاح البرهان وافق ان ولايه اسمها الولايه اللي اخذت استقلالها دي النيل الازرق اخذت استقلالها، او مش استقلال يعني حكم ذاتي. قلت يمكن تفكيري انا ان هي دي الولايه اللي هيحصل منها الحرب على دخول بني شنقول. ما لهاش تفسير ثاني غير كده. ليه؟ لان لو السودان كلها رفضت ان مصر انها تشترك ان مصر تخش بني شنقول، الحاكم بتاع الولايه بتاعت النيل الازرق هيوافق ان مصر تخش بني شنقول من ولايته بحكم ذاتي. يبقى السودان ما لهاش، يبقى السودان ما تقدرش تعترض. ده في حاله اعتراض السودان واستمراريه اعتراض السودان على دخول بني شنقول لازم يكون في حل. ما هو لازم مصر تخش بني شنقول عشان تفكك السد. يعني انا بقول للناس وقلت قبل كده بطلهم تضيعوا وقتكم في موضوع السد واللي بيحصل في اثيوبيا. انا قلت لكم نهايه الفيلم. انتوا عارفين امتى بقى نتكلم في موضوع اثيوبيا والسد والموال ده كله؟ لما مصر تبدا تعمل حاجه، او لو لقينا اثيوبيا بدات تنشف الممر الوسطاني وعايزه تبني فيه، يبقى ساعتها لينا وقفه. خدت بالكم؟ لو لقينا اثيوبيا بدات يعني بعد الفيضان ما يخلص ونشوف اثيوبيا بتنشف الممر الوسطاني وعايز ترفعه، لا ساعتها ساعتها لنا كلام كبير مع الجيش ومع السيسي. لان المفروض الممر الوسطاني ده ما يزيدش ملي، ما يزيدش يعني هو كده كويس قوي. في 7.5 مليار على نهايه الصيف هيبقوا 6 مليار. ده لو فضل السد واقف يعني. يعني في تسربات وفي تبخر يعني مش شيء. في اخبار تعرفوا ان الممرات اللي هي بتنزل الميه الاثنين مقفولين، الاثنين اللي هو 50 الف و50 الف، الاثنين بده لا الاثنين بيعدوا 50 مليون متر مكعب في اليوم، الاثنين مقفولين. عارفين معنى كده ايه؟ ان الطمي قفلهم.
عارفين معنى ان الطمي يوصل للممرات اللي بتنزل لنا الميه دي؟ يعني ما يقدروش يرفعوا الممر الوسطاني. اللي هيرفعوا الممر الوسطاني هيجيبوا لنا احنا ميه منين؟ من التربينات دي عمرها ما هتشتغل، لان اصلا محطه الكهرباء ما كملتش. يبقى هيعملوا هيخدموا التربينات وادوا الكهرباء فين؟ يعني ما هيبعتوها السودان؟ حتى قبل ما يبعتوها السودان لازم يحطوها في محطه الكهرباء الاول وبعدين يبعتوها السودان. يعني شايفين اللخبطه اللي بتحصل؟ يعني اثيوبيا فيها لخبطه غريبه، وهو ده اللي مخلي مصر ما بتعملش حاجه، ما تضربش، مستنيه بتشوف. يعني انت لما تشوف عدوك بياكل ولاده سيبه ياكل ولاده، وبعدين في النهايه بقى هناكله. يعني اثيوبيا بتاكل بعضها، مش محتاج تدخل مصر، يخلصوا اكل بعد ما نتصرف. اكتر حاجه بتعصبني لحد النهارده لما بيجي لي رساله من الاربع اشخاص دول، في اربع اشخاص كده معرفش تقريبا مخابرات اثيوبيه او حاجه، تقريبا مخابرات اثيوبيه، يقولوا انت كل اللي قلته غلط. يا عم انا قلت ايه غلط؟ قال لي انت قلت ان مصر هتضرب السد بكره بعد بكره بعد يومين بعد 10 ايام وما ضربتش السد. شفت الجهل وصل لحد فين؟ العيال دول مش عايزين يفهموا. يعني لو كل الناس اللي متابعاني كل كلمه قلتها من ساعه ما بدات موضوع سد النهضه كلها اتحققت ما عدا ميعاد ضرب السد، وده مش بمزاجي ولا بمزاج مصر ولا بمزاج امريكا. ده اللي وقف المشكله دي هي الصين، مجلس الامن. طب انا كنت فاكرين بقى انا هروح للصين واقول لهم عرفوني هتعملوا ايه في مجلس الامن. الصين لحد النهارده ما طلعتش قرار، مجلس الامن لحد النهارده ما طلعش قرار رسمي، رغم انه قال لمصر اتفقوا اتصرفوا مع الاتحاد الافريقي. طب ما طلع قرار رسمي؟ لا ما فيش. يعني في ناس نسبه الغباء عندها عاليه، يعني عاليه، اما غباء واما حقد واما ما اعرفش زي ما سموها. كلكم سمعتوا اكيد طبعا ان فرنسا وقفت العلاقات العسكريه مع اثيوبيا. هي فرنسا كان اصلا عامله من سنتين اتفاقيه دفاع مشترك مع اثيوبيا، لو انتم عارفين المعلومه دي. فرنسا وقفت العلاقات العسكريه مع اثيوبيا، ده مجرد كلام، يعني كلام للاعلام، لكن في الحقيقه فرنسا هتساعد اثيوبيا اما عن طريق الامارات او عن طريق تركيا. يعني كده اثيوبيا هيروح لها السلاح اللي هي عايزاه، قصدي ابي احمد يعني. ولكن ليه الخبر الفرنسي ده؟ لان الكل عارف ان تجراي هتستقل، تجراي دي هتبقى دوله لوحدها 100%، وفرنسا عايزه يبقى ليها رجل في تجراي بعد الاستقلال. ما هو كل الدول الاجنبيه، اوروبا، امريكا، الكل لازم يظهر عداء لابي احمد علشان بعد كده يكون ليهم رجل في الدول اللي هتتقطع من اثيوبيا. لان لو كلهم ظهروا انهم بيدعموا ابي احمد بعد كده مش هيقدروا يدخلهم اي دوله من الست دول اللي هيتولدوا من اثيوبيا. فهمتم؟ يعني دي كلها سياسه، لكن ما فيش يعني، لكن مستحيل لا اوروبا ولا امريكا هيتخلوا عن ابي احمد. يعني زي ما انتم شايفين المبعوث الامريكي رايح تركيا بحجه المساعدات للتجراي، لكن هو في الحقيقه رايح ينقذ ابي احمد. فهمتوها؟ اتمنى بقى ما فيش حاجه، يعني الناس ما تتكلمش في الموضوع ده كتير، لان مش عايز كل يوم والتاني اطلع اقول نفس الكلام. يعني بلاش الكلام في حاجه ما بيفهموش فيها. يعني ماشي يا شباب، على فكره في مواضيع كتيره، في حاجات كتيره بتحصل هتموتكم الضحك هعرفها لكم. انا ما بحبش اعمل فيديوهات كتير، لكن الظاهر ان انا هعمل النهارده كام فيديو كده، لان في حاجات كتيره بتحصل ولازم اقولها لكم. بس هخلي كل حته في فيديو صغير عشان فيديو اصلا طويل كده مش عايز اعمله ساعه. لكن روحهم شوفوا الفيديو بتاع اللي انا قلت لكم عليه ده بتاع 11 سبتمبر. وفي حاجه كمان، انا عرفت قدرت اوصل ازاي. يعني الاول كنت بشوف اي فيديو، كان في اواخر الفيديو الاقي طلع فيديو تاني او فيديوهين، وانا يعني تطلع شاشات صغيره كده لفيديوهات تانية. انا ما كنتش عارف ازاي اقدر اخلي القناه بتاعتي فيها المعلومه دي، لكن واحد من المشتركين بعت لي رساله وقال لي ان اروح فين واعمل ايه، وفعلا رحت وقعدت اقرا، وصلت اخيرا وصلت. تضحكوش علي، بس انا ما بحبش اروح اضيع وقتي في الكمبيوتر كتير. يعني ما عنديش طولة تروح، يعني انا عايز المعلومات تجري بالتليفون، مش عايز اقعد ابحث واقرا كتير، لكن احيانا بضطر غصب عني. المهم
عرفت ازاي احط فيديوهات في نهايه في اخر 20 ثانيه من الفيديو بتاعي. ففي اخر 20 ثانيه من كل فيديو هيظهر لكم اتنين فيديوهات، هو في الفتره الفيديوهات القديمه، فانا بقيت احط اي فيديو بقيت احط فيه الفيديو اللي ظهر قبل منه. ليه؟ لان في ناس مشتركين كتير في القناه، مشتركين جداد، وبيسالوا اسئله انا جاوبتها في الفيديوهات القديمه. فانا قررت الفيديوهات اللي هو ابتداء من امبارح، يعني اي فيديو احط بعد في نهايته الفيديو اللي قبل منه. فانتوا تتكوا على الفيديو اللي قبل منه، لما تشوفوه هيطلع لكم اللي قبله منه، وبالطريقه دي هتقدروا ترجعوا لاول فيديو عملته في القناه، واخد بالك؟ يعني هتشوفوهم واحد واحد لورا. ولكن ابتداء من الفيديو ده اللي انا بتكلم فيه دلوقتي النهارده، هحط اتنين فيديوهات. تحت هيكون الفيديو الوراني الاخراني، وفوق هيكون فيديو خاص بتعليم اللغه الانجليزيه. خدت بالكم؟ يعني هيكون في اخر 20 ثانيه في الفيديو اللي انا بتكلم معاكم فيه هيظهر فيديوهين، ابتداء من الفيديو ده والفيديوهات اللي هسجلها بعد كده. الفيديو اللي هيكون في الشاشه من تحت هيكون هو الفيديو اللي عملته اخر فيديو، والفيديو اللي هتشوفوه في الشاشه من فوق هيكون اول فيديو في كورس تعليم اللغه الانجليزيه اللي هو كورس الجرامر، كورس الجرامر للمبتدئين. هبعت لكم الفيديوهات بتاعته ودرس بدرس من الاول للاخر بالترتيب. فالناس اللي عايزة تدرس انجليزي تبدأ بالجرامر ده، اللي هم يعني بيعرفوا شوية انجليزي بيبدأوا بالجرامر، اللي ما يعرفوش بعدين اللي ما يعرفوش يرجعوا اللي هم بتوع المبتدئين، يعني لازم يرجعوا للقناة من الأول في كورس للمبتدئين بادئ من ABC. لكن الناس اللي بتعرف انجليزي فيبدأوا بالجرامر، يعني جرامر سهل وحلو وينفع للكل. وأنا شرح الجرامر بطريقة ما فيش ولا قناة شرحها، واتحدى اي حد يكون شارح الجرامر الانجليزي بالطريقه اللي انا شارحها بيها، بالطريقه اللي انا شارحها، اتحدى اي قناه. يعني انا مستعد اتحدى اي قناه لما تيجي للانجليزي. فيا ريت الناس اللي هي بتعرف انجليزي وعايزه تحسن الجرامر تبدا من الكورسات اللي هي، او يعني تبدا معايا. خدت بالكم؟ يعني علشان بعد كده لما هسجل دروس انجليزيه هسجل الفرق ما بين الانجليزي في العالم والانجليزي الامريكاني، هيبقى كورس لوحده يعني. خلاص اديني يعني اديني عرفتكم اللي هيحصل ايه، لان في ناس عايزه تهتم بالانجليزي. وصدقوني اي حد عايز يتعلم انجليزي ممكن يتعلم حتى لو عنده 60 سنه. يعني تعليم الانجليزي ده مش ما ياخدش منك 16 سنه بالكثير وهتلاقي نفسك بتتكلم انجليزي، وحياتك هتتغير لما تلاقي نفسك بتتكلم انجليزي وتفتح الكمبيوتر وتخش الموبايل وتشوف العالم في ايه. حياتك هتتغير، ومش هياخد منك، مش هياخد اصلا انت عندك وقت. اي حد عنده وقت بدل ما يضيعه في الكلام الفاضي اتعلم انجليزي، وانا اعمل لكم كورسات من البدايه. ماشي؟ اتمنى ان اكون افدتكم في الفيديو ده. وما تنسوش الله الوطن السيسي وتحيا مصر. وعايز حاجه كمان يا جماعه، القناه بتاعتنا ما فيهاش مشتركين كتير، روحوا الفيسبوك. في ناس بعتوا لي رساله ابعت لهم الكود بتاع الفيسبوك، اللينك. انا مش عارف اللينك بتاع الفيسبوك ده اجيبه منين بصراحه. يعني فتحت دخلت قريت كل كلمه في الموبايل على الفيسبوك، وقريت كل حاجه عشان ادور على اللينك بتاع الفيسبوك مش لاقيه. فقريت اي حد عارف اللينك بتاع الفيسبوك ده موجود فين يعرفني عشان اقدر احطه للناس اللي عايزها، لان عايزكم تروحوا الفيسبوك. حاجه كمان عايزكم، قلتها لكم قبل كده، الوسيله الوحيده لنشر القناه ان اي فيديو اعمله، اي فيديو ايا كان، لازم تعمله الصابع لفوق ولازم تكتبه رساله. حتى لو هتكتب تحيا مصر مش تاخد منك ثانية تحيا مصر، وعمال الصابع لفوق مش ياخد منك ضغطة بالقلم. يعني هي دي الوسيلة الوحيدة لنشر القناة. يعني دلوقتي عندي حوالي قربنا من 10,000. لو ال 10,000 عملوا الصابع لفوق، ولو ال 10,000 كتبوا رسالة تحيا مصر، صدقوني في خلال شهر القناة دي هتكون فيها 100,000 مش 10,000. انتوا خسرانين ايه؟ انتوا مشتركين في القناة، يعني معنى كده ان دي قناتكم مش قناتي، قناتكم. مش عايزين تشتشروها ليه؟ أنا عايز أوصل صوتي للناس كلها، عايز الشعب العالم العربي كله يعرف الحقيقة. دي مسؤوليتكم أنتوا. اتكوا على الصابع لفوق، أصلاً بيجي لي حوالي كل فيديو بيجي لي حوالي 15 صابع لتحت. يعني الحقودين والمسمومين واللي قلبهم أسود كتير، معرفش ليه بيعملوا صابع تحت، إيه الغلط اللي أنا بقوله عشان واحد يعمل لي صابع تحت غير إنه قلبه أسود وحقود ومسموم.
عايز اشوف 10,000 سابع لفوق، وعايز اشوف 10,000 رسالة تحيا مصر، وكون افضل لو الله الوطن السيسي، تحيا مصر، تحيا مستر جلاد. خلاص ماشي، صباح على خير. هنا ال 20 ثانيه بقى اللي هيظهر الفيديوهات اللي انا قلت لكم عليهم، فيديو فوق بتاع الانجليزي وفيديو تحت، دول ال 20 ثانيه. طبعا الفيديوهات هتغطي وشي فانتم مش شايفيني دلوقتي، بس المهم تشوفوا الفيديوهات دي. دلوقتي بقى 15 ثانيه، نستنى لما يبقوا 20 ثانيه وبعدين نروح. ايوه هما كده بقوا 20 ثانيه. يلا مع السلامه، تحيا مصر.